مرحبا متابعي صفحة اليوفنتوس الرياضية. اليوم بشرح لكم شلون تحددون نوع بشرتكم علشان تختارون البرودكت والميك اب المناسبين لبشرتكم. في 4 انواع للبشرة: البشرة العادية، البشرة الدهنية، البشرة الجافة، والبشرة المختلطة. خلينا نتكلم اول شيء عن البشرة العادية. البشرة العادية ما تكون جافة ولا تكون دهنية، ما فيها مسامات وايد، الشيء الطبيعي، بس تكون ناعمة، يعني ما فيها آثار الجفاف اللي بتكلم عنها بعدين في البشرة الجافة. تكون متساوية في اللون، ما تكون حساسة. لازم تحطون في بالكم شيء واحد، حتى لو كان الشخص يعاني من أو بشرته عادية، ممكن مع التقدم في العمر البشرة تصير جافة. الحين بتكلم لكم عن البشرة الدهنية. البشرة الدهنية ما فيها الليبيدز اللي نحتاجها علشان تكون كعامل يحفظ بشرتنا من الأضرار الخارجية، مثلاً التلوث، الأشياء اللي نستخدمها على بشرتنا، الكيميكالز، كل هاي الأشياء. إنزين، فهاي الليبيدز مو موجودة للأشخاص اللي عندهم بشرة جافة، معناته أن هم معرضين أكثر لأضرار في البشرة بسبب عدم وجود الليبيدز، أو بالعربي خلينا نقول الدهون الطبيعية اللي المفروض تكون موجودة في الجلد. وطبعا في انواع لجفاف البشره، في العادي وفي الشديد. اوكي، الجفاف الشديد. شلون نعرف اذا بشرتنا جافه؟ اولا بتكون مشدوده، بتكون معرضه اكثر للاصابه بالتجاعيد، وطبعا بتكون جافه في الملمس. اللي تعاني من بشره جافه دائما بتحكها بشرتها، انزين، وبتحس انه ممكن يكون في قشور او اثار جفاف على البشره واضحه تبين، فعلى حسب شده الجفاف. وطبعا اللي بشرتها جافه بتعاني من احمرار في بعض المناطق في البشره، او مثلا على الخدود، على حسب اذا كانت بعد تعاني من مشكله ثانيه مع الجفاف، مثلا الورديه او غيره. بس انا ما بتكلم عن امراض جلديه الحين، انا بتكلم بس عن انواع البشره، ونوقف عند الاحمرار بس للبشرة الجافة. الحين بتقل لكم عن أو بتكلم عن البشرة. الحين نتكلم عن البشرة الدهنية. البشرة الدهنية هي اللي تكون فيها وايد بثور وآثار، وفيها مسامات واضحة وكبيرة، وفيها لمعة مالت يعني بسبب الدهون اللي على البشرة، عكس البشرة الجافة. البشرة الدهنية الليبيد اللي في الجلد تكون البرودكشن مالها اعلى، انزين، فالدهون اكثر من اللازم، عكس الجافه اللي الدهون اللي المفروض تكون موجوده اقل من اللازم. وطبعا ما ننسى ان اللي يعانون من بشره دهنيه اكثر عرضه للاصابه بحب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء، بسبب ان الدهون هذه تسد المسام، تجمع البكتيريا داخل تحت المسام، فأولا بتبين كرؤوس بيضاء أو سوداء، بعدين لما تتجمع فيها بكتيريا بتصير حبة، بتنتفخ، بتصير مؤلمة وحمرة، وبتكون ملتهبة. بالنسبة للبشرة المختلطة، البشرة المختلطة بتكون في التي زون دهنية، يعني هني وهني وهني، كل هاي بيكون دهني، بس الخدود بيكونون جافين، فبيكون في ميكس بين البشرة الجافة والبشرة الدهنية. طبعاً اللي يعانون من بشرة مختلطة بعد ممكن يكون عندهم بعض المسامات الواضحة، وممكن عندهم بعض البثور والآثار. وطبعاً لا ننسى إن في وايد عوامل تأثر على بشرتنا وفي نوع بشرتنا، منها الوراثة، منها التلوث، منها الأدوية اللي نستخدمها، منها الاسترس اللي احنا نمر فيه، فممكن تتغير نوع بشرتنا على حسب بعض هذه العوامل. بس إن شاء الله شرحي بين لكم شلون، او وضح لكم شلون تحددون نوع بشرتكم علشان تختارون المنتجات المناسبة لبشرتكم وما تأذونها.